ولإلقاء الضوء على أهمية زيارة رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين، ينضم إلينا سعادة النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب. بداية مساء الخير، وبعد التحية سعادة النائب، إلى أي مدى سوف تسهم الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب في تعزيز هذا التعاون بين الجانبين البحريني والباكستاني؟ يا مرحبا، حياك الله اخوي. الحقيقة زيارة الوفد الباكستاني اليوم إلى مملكة البحرين والاجتماع ب رئيس مجلس النواب السيد أحمد إبراهيم الملا صراحة كان لها أثرها الطيب، وتم مناقشة الأمور الدبلوماسية، ونجحت الدبلوماسية البرلمانية في التسليط على ضوء التبادل المعلوماتي والتبادل الثقافي ما بين البرلمان البحريني والبرلمان الباكستاني. نجحت البحرين في استقطاب خلينا نقول احنا استقطاب الاقتصاد الباكستاني الى مملكه البحرين، نجحت الدبلوماسيه البرلمانيه البحرينيه لتسليط الضوء على التدخلات الايرانيه في الشان البحريني، وكان الاجتماع مثمر من حيث ان بينا للجانب الباكستاني ان هناك تدخلات ايرانيه واضحه ليس في الشان البحريني فقط ولكن في الشان الخليجي. سلطنا الضوء على التدخلات الايرانيه في الشان اليمني، وكيف ان باكستان ومواقفها المشرفه تجاه البحرين وتجاه الخليج كانت محل اعجاب ومكان ومحل تقدير بلا شك. صراحه انا يعني اشكر الجانب الباكستاني اللي هو وصل انه للبحرين وكان على رؤيه بما يحدث في البحرين، ولكن يعني اراد ان يتاكد من هذه الامور، واحنا بواسطتنا احنا كبرلمانيين وضحنا هذا الامر على طاوله المفاوضات وكانوا معجبين بالمداخلات البحرين من اصحاب السعاده. نعم سعادة النائب، بالنسبة لهذه المداخلات وهذه الاجتماعات، اليوم الأول لهذه الاجتماعات كان اليوم، أبرز ما خلصت إليه هذه الاجتماعات في يومها الأول من هذه الزيارة؟ أبرز ما 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 ظهرت به أو ما أبرزت به هذا اليوم الاجتماعات هو تسليط الضوء على الاقتصاد الباكستاني بحيث أن نفتح آفاق في البحرين استقطاب الاستثمار الباكستاني الى مملكه البحرين. نحن نعلم ان باكستان هي لها باع طويل في الاستثمار، ونعلم ان هناك جاليه في البحرين هي باكستانيه موجوده في البحرين، وهم قائمين على تطوير الاقتصاد البحريني. كذلك تم التسليط الضوء مثل ما قلت لك اللي هو حق التدخلات الايرانيه في البحرين، وابرزناها بشكل مستوفي يعني. فاعتقد ان اليوم الاولي من الاجتماع في هذا الشان كان واضح. ثم يعني زياره الوفد الى صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه فكان لها الاثر الطيب وكان لها الاثر الايجابي في اجتماعاتنا اليوم. نعم، كل التوفيق سعادة النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب، وشكرا جزيلا لك.